الطائفية تحرق حامل هذا الفكر قبل ما تحرق الطرف الآخر اللي يعني يحمل مشاعر كراهية ضده. الكراهية تقتل الشخص قبل قتل الآخر. السلام هو الذي يبني الحياة، هو الذي يبني الحضارة. نأمل من الشعب العراقي أنه يتوحد، يختلف بالتصنيفات لكنه يتوحد بالشعور، يتوحد بالارتقاء إلى مستوى متطور، إلى مستوى إنساني يوحدنا ويمنع أي تصنيفات كانت. نبني شعبنا، نبني بلدنا، نوحد كلمتنا حتى ما نكون عرضة لأي انتهاك. هي كلمة لا وجود لها، كلمة من صنع الإرهاب لضعف الصفوف بين البشر، لا للطائفية لا للإرهاب. كنائس، مساجد، معابد كلها تدعو للمحبة والإنسانية من أجل العيش والتعايش. خلقنا لنتعارف ليس لنتقاتل، وإن لم يجمعنا الدين تجمعنا الإنسانية.